لاعب فريق النادي الاهلي، الف مبروك بطوله افريقيا، البطوله ال 12 اعتقد بطوله مميزه وبطوله افريقيه كبيره وجديده للنادي الاهلي. الله يبارك فيك. الاول ببارك لجماهير النادي الاهلي وببارك للعيبه وللجهاز. طبعا بطوله غاليه على الجمهور وغاليه علينا جدا، فطبعا احنا تعبنا وربنا كافينا بالبطوله، فالحمد لله. طبعا جماهير النادي الاهلي النهارده اللاعب رقم واحد طول ال 90 دقيقه بيشجع النادي الاهلي واقف ورا ظهر اللعيبه، تقول لهم ايه؟ لا طبعا جمهور الاهلي دايما رقم واحد، هو مش النهارده بس، هو على طول رقم واحد واول دافع لينا، هو اللي بيخلينا نروح للانتصارات، دايما بيدعمنا في الوحش قبل الحلو. طبعا بشكرهم جدا من اقل واحد لاكبر واحد، الناس كلها على دماغي، الجماهير بصراحه شكل تحفه النهارده، بشكرهم جدا النهارده. كابتن علي معلول تقول له ايه واللفته الطيبه من اللاعبين النهارده ان هم حملوا تيشيرته قبل بدء المباراه؟ لا طبعا بقول له الف سلام عليك، ترجع بالسلامه ان شاء الله يا حبيبي، وترجع تكسر الدنيا كده ان شاء الله في اسرع وقت، عشان ده تاريخ النادي الاهلي وتاريخ افريقيا.